يا عم ابراهيم كفايه بقى الدخان عمانة. لازم النار تفضل عاليه عشان الديابه ما تجيش علينا. ديابه؟ هو في هنا ديابه؟ ديابه بس ده في بلاوي. طب انا مستنيكم بقى في العربيه. ايه يا قايس؟ وانت مش خايف من الديابه انت كمان؟ يا عسل، انت عارف ان انا بخافش من حاجه. ياما ده احنا معانا وحوش. على فكره يا ابراهيم، انا اكتشفت ان انت اكتر واحد بتخاف فينا كلنا. الله، ليه كده؟ عشان انت اكتر حد ميت على الدنيا وميت على الفلوس، والحركات اللي انت قاعد بتعملها دي عشان تداري الخوف اللي جواك. انت ما طلعتيش مناضله بس، ده انت طلعتي دكتوره نفسيه كمان. وايه تاني؟ حلليني، اصل دي اول مره حد يحللني. برغم ان انت بتسخر من كلامي يا ابراهيم، بس انت عارف ان كلامي صح قوي. تمام، انت حللتيني من جوه، احللك انا بقى من بره. مبدئيا الشفايف عايزه تتاكل. ولا عليا النعمه لو فتحت بقك بكلمه تانيه هدفنك هنا، انت فاهم؟ انت مال اهل، احنا الاتنين بنحلل بعض، انت ايه اللي دخلك؟ سيبه يا حسام. نعم يا اختي. سيبه. طيب انت عاوز تقول ايه يا ابراهيم؟ عاوز تتغزل فيا؟ عاوز تعاكسني؟ على العموم ده بيبسط اي بنت. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم. اللهم نجنا واهدنا وابعد عنا الفاحشه. هديها مبسوط؟ لا يا ابراهيم، انا مش مبسوطه. وبعدين انا مستغربه، يعني ازاي شاب مصري وفي سنك وبالتفاهه دي كلها؟ تفاهه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله. اصحى يلا، في ديابه جايه. ايه ايه في ايه؟ انت بتصحيني عشان شويه ديابه يا ابني؟ ما تجيب الا بني ادم يا اخي. قوم يا ابني، انا مستعد اربع سلعوات عندنا ورا الجبل في الحاره. بيت خباك ده شكله ديب يا حسام، شكله ديب يا حسام. في عربية جاية. خير ان شاء الله؟ ليش هيك وقفتونا؟ لا مؤاخذه يا قصه، بس اصل احنا عندنا عجلتين ضربه، لو نركب معاكم لغايه اقرب واحد بتاع كاوتشي. كلكم بتطلعوا معنا؟ لا مش كلنا، ده انا ومعايا واحد بس. واحد بس بيطلع يقعد هون جنبي. على شو عم تطلع؟ هي السياره سياره تكريم انسان، في معنى ميت بالتابوت اهدينه ندفنه بالشام، والشباب بيكونوا ولاده. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. شدوا حالكم يا رجالة، الباقية في حقكم. الباقي هاتك الباقي هاتك الباقي. احنا آسفين اللي احنا عطلناكم، بس اعملوا يعني فينا ثواب. والله والله هتتحسب حسنة للمرحوم، لأن احنا كمان معانا مرحوم رايحين ندفنه إن شاء الله. هو الطريق ده كله ميتين ولا ايه؟ يا ابني بس تعبتنا تعبتنا بس. انا هركب مع الراجل الطيب ده لغايه اول واحد بتاع كاوتش. عايز ارجع ليكم مطرحكم، محدش يروح هنا ولا هنا، فاهمين؟ تحت امرك يا باشا. توامي حط كاوتش فوق العربيه. تمام يا باشا. Thank you.
كان نفسي اتعرف عليكم في ظروف احسن من كده. اعرفكم بنفسي، انا من مصر، ناجي عطا الله، دبلوماسي سابق. دبلوماسي؟ شو عم بيعملوا الدبلوماسية بهيك منطقة؟ الدبلوماسية مكانهم المكاتب، اوتيلات، السيارات الفخمة. والله مش كلهم يا، هو اسمي الكريم هيك. أنا بسام زيتوني من الشام، والشباب هون ناصر وسلمان ولاده للمرحوم. الله يرحمه، الله يرحمه ويحسن إليه. بس اسمه إيه؟ ناصر. بس يا ناصر ما تعملش في نفسك كده. اجمد أمال يا اسمه إيه؟ سلمان. اجمد يا سلمان، اجمد. هو دلوقتي عند اللي أحسن مني ومنك. والإخوة من الشام برضو؟ إيه والله يا أستاذ، من الشام. ما هو مصر والشام إيه؟ ما هو واحد. مصر أم الدنيا. ما قلت لي أستاذ ناجي، أنت شو عم تساوي هون بالمنطقة؟ إحنا كنا عند ناس حبايبنا في جنوب لبنان، وبعدين حصرت حكاية الوفاة دي. بنت صغيرة عندها 25 سنة. أهلها أصروا إنها تدفن في الشام، فاضطريت إن أنا أستنى معها. والشباب اللي كانوا معك يعني أهلها؟ دول أهلها، دول إخواتها على أولاد عمامها، أصلهم عيلة تخينة. نعم؟ عيلة كبيرة. أيوه على راسي. والله فرصة سعيدة تعرفنا عليك يا سيد ناجي. الله يخليك، والله المرحوم كان راجل طيب، مات موتة كريمة، مات في العشر الأواخر من رمضان. أنا مش عايزكم تزعلوا عليه، بالعكس أنتوا تفرحوا له. شرف سيدو. الله. تعجبك؟ عظيمة. خلاص خليها معك. الله يخليك يا سلمان. بسام. والله الراجل طيب، مرحوم راجل طيب. أنا مش من الصبح بقول لكم ليلته ليلة حلوة. شباب لا تاكلوا هم. أبوكم الله يرحمه رجال طيب. أنتوا اطلبوا له الرحمة وبإذن الله ربنا بيرحمه. هو المرحوم مات كم سنة؟ 95. كم؟ 95. اتخطف الله يرحمه. اي والله. كان متجوز؟ بس شو متجوز؟ عم بقول لك هدول اولاده كل واحد قد الشنتير. قد ايه؟ الشنتير. قد الشنتير؟ ايه قد الشنتير. معلش الواحد مخه مصدوم. ابي يا استاذ كان متجوز 19 مرة وعنده 35 ولد وبنت. 35 شنتير. شنتير الله يرحمه. كان يرتكع على الحيط يقلبه. مين؟ يرتكع على الحيط يقلبه. يرتكع على الحيط يقلبه. ما شاء الله. والنبي ما طر عليه لحسن يصحى تاني. انا ايه اللي ركدني معاك كل ليلاني؟ شبنا استاذ ناجي شو يصير؟ الدواليب العجلات. العجلات صحيح. عجلات ايه؟ لك السيارة اللي انقطعت بالطريق وتركنا الشباب عندها، السيارة المقطوعة. ايوه الله يخليك الله يكرمك. وحياتك كل ما انسى ابقى فكرني. على راسي. الله يا سلام، ايه الجمال ده؟ وحياتك عليك كسر شوية. على راسي. قد ايه صوتها حلو، الواحد بيسمعها كأنه عامل دينام رباني. ايه والله يا استاذ ناجي، انا كمان بموت عليها للشحرورة. شحرورة مين؟ دي فيروز. ايه ما استطلتوا. فيروز دخلت الامور على بعضها. ايه بس مع هيك انا بموت عليها للشحرورة. انت قلت لي والدك اتجوز كم مرة؟ 19 مرة. ما اتجوزش صباح منهم؟ صباح؟ الله عليك يا استاذ ناجي، علي الحلال. انتوا المصريين دمكم خفيف خفيف، لك افلامكم بتجنن. عندي ولادي الله يخلي لك ولادك، صبيين وبنت بيموتوا على افلام اسماعيل ياسين. ما هو مزراحي برضه كان بيحب اسماعيل ياسين. مزراحي؟ مين مزراحي؟ شو هذا مزراحي؟ مين قال مزراحي؟ انت قلت مزراحي هلا. يا راجل مزراحي ايه ده؟ انا كنت جايب بتاعه عشان ينزل. الاخوه المستمعون مزراحي. السلام عليكم في كل مكان.
إليكم نشرة الأخبار من إذاعة جنوب لبنان. غدا في 8 صباحا ستتم عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين 8 للقوات الإسرائيلية، كما سيتم في الوقت ذاته استقبال 500 أسير كانوا معتقلين في السجون الإسرائيلية. هذا وستتم عملية التبادل تحت إشراف قوات الطوارئ الدولية وبإشراف ألماني.